مكافيين معكم مشاهدينا على الحلقة الحلوة من كتاب الشهرة مع النجم طوني عيسى. وطوني هلا وصلنا لفقرة قيل وقال. بهالفقرة كتير أخبار بتنقال عن المشاهير وأنا رح استعرض بعضها وبدك ترد. لأ يعني لأ بس هلا لأ يمكن تكون شيء إيجابي مش ضروري سلبي. أورايت. جاهز؟ جاهز. أول عنوان صندوق الأسرار مع العائلة. بدنا نشوف عائلتك شو قالوا. خلينا نحضر هالفيديو. صندوق الأسرار مع العائلة. أورايت. شكل الأبراج ضابطة على خي طوني لأنه طوني برج الجوزاء وكل ساعة بعقل. لما حدا بيسخن بالعائلة طوني بيسخن معه. طوني قد ما هو كريم ما بيعمل حساب لبكرة. لشي بطوني إن وقت يكون في حدا من أصحابه زعلان أو مارق بفترة صعبة بيعمل المستحيل تيرجع له الفرحة. ده هو إنسان كريم ده ما بيخلي حدا يأكل من صحنه بيوقف أكل دغري. خلطوني is my hero. حبيبي الله يخلي لك عائلتك صوروا هالفيديو بعيد الميلاد. حبيت هالأسرار يلي كشفوها كلهم يعني أهلي بكندا و... أهلك بكندا صح. إيه معهم حق فيهم كلهم في كلهم بتوافقهم. إيه قد العيلة بتعني لك؟ كتير. كنت عم تقلي قد أنت معلق بعيلتك بس هالأمر بيضر من أي ناحية؟ بيضر مش عم بحكي سلبيا يعني كيف بدي أقول لك؟ نحن عائلة كتير متكاتفة يعني نحن إخوة ما عنا شي بتمن تجاه بعض يعني هيدا النفور بتشوفه أو الخلافات اللي بتشوفها بعيال نحن مش موجودة عنا يعني أنا وخيي مثل بعض أو أختي مثل بعض نفس الشيء سواسية الحياة سواسية حتى إذا لا سمح الله بي بده يقسم شيء ما بنقبل يعني ما بدي مثلا بي مرة عرض شغلة لا أنا ما بدي وخيي ما بدي أختك ما واحد بدي خيي حدا ما بدي لهالدرجة نحن لو عايزين للشغلة ما بنطلبها. عنوان تاني بيقولوا قال معتصم النهار ممثل صف خامس. خلينا نحضر هالفيديو ومنشرح شو قصدنا. مش مزبوط. خلينا نحضر. لكل يلي عم يجرب يصطاد الماء العكر ولكل يلي هيك عنده مشكله شخصيه معي او مع صديق اللي رح تشوفوه هلا بنحب نقول لكم انه اي صحافي يرتشى واي صحافي بيجرب ينزل خبر ما له علاقه بالصحه وما له علاقه باللي عم بيقولوه بيكون حرام يكون اعلامي. هيدا معتصم النهار. هاي طوني. هيدا خيي وهيدا صديقي وهيدا الزلمة بيرفع الراس ببلده وببلدنا وبالوطن العربي كله. حبيبي يا طوني. واللي عم بيجرب يغلط معتصم شو بتقلهم؟ ما يحاولوا ابدا لانه طوني صديقي من زمان وانا بعرف طوني من جوا شو هو قبل ما يكون ممثل وقبل ما يكون اي شيء. اجتمعنا انا وياه زمان بسوريا وتكررت التجارب بلبنان وان شاء الله بتضل التجارب طول العمر لانه بشوف حالي فيه. وانا كمان يا حبيبي واقتضى التوضيح. شكرا. نقل عن لسانك تصريح انه انت قلت عن الممثل معتصم نهار هو ممثل صف خامس. نعم مش مزبوط الحقيقة. وردت بهيدا الفيديو صح. قد ايه الفيديو حقيقي من 10؟ 10/10. اف طبعا منه مفبرك ابدا. ليه مفبرك؟ كرمال تثبته للعالم العكس ولو بعد انا وحدا ما بحبه مثلا لا انا مش ما خص المحبة. انا مش هيك. انا معتصم بحترمه جدا جدا. صاحب اخلاق عالية ما بنلتقى كتير بس وقت اللي بنلتقى نحن كأنه مبارح كنا سوا. معتصم قال لك شغلة. معتصم تعرفت عليه بمسلسل خاتون وما كان معتصم عنده هيدي الهالة الكبيرة. اللي حدث انه معتصم اشتغل صح وانتقل من مرحلة لمرحلة بطريقة مزبوطة وتم تبني اسمه وانطلاقته كانت عبر شركة الصباح بمجمل أعمال اللي مرقت وبكل الأعمال اللي كان فيها كلها نجحت. في ناس رح تنتقد وفي ناس مش رح تحب وفي ناس معلش حتى بسوريا كمان انتقدوا وبلبنان انتقدوا بلبنان كتير حبوا بسوريا في كتير حبوا وفي ناس عنده فان بيج كتير مخيفة وبيحبوا قد الدنيا وبيحاربوا كرماله. لا أي فنان ينتقد وأي فنان بتمشي معه كمان وبتحبه فمش عبرة. العبرة أنه زلمة ناجح وأكيد لا بغير منه ولا بغير مني لا ياخذ من دربه ولا ياخذ من دربي. اوكي عم نشتغل سوا. يا زلمه من كم سنه صرحت قلت اخذين من دربك. شو مش اخذ من دربك؟ شو اخذين من دربي؟
الممثل عم بحكي بالاعمال اللي اشتغلناهم سوا، منه اخر من دربه اخر من دربه، انا عم بشتغل شخصيه ثانيه اخرى بهذا العمل بس هو اخذ من بدور اصغر. اخذ من دربي شو؟ كممثل سوري. نرجع لنفس الدوامه، نرجع لعندك نرجع لنفس الجواب، انه اليوم شركه الانتاج مطلوب منا جيب هالاسماء لانه الاسماء هي شبك تذاكر الوطن العربي.